قرار حكيم وغياب مفاجئ عيسى الجوكم. أول شيء مبارك للأمير الفوز حقيقة في النسخة الثانية. Yes, okay. وأبقى أيضا وأبقى هذه الجائزة أيضا سعودية، لأن في النسخة الثانية كان هناك أيضا اللي هو الجواد المشرف للأمير عبد الرحمن الفيصل النسخة الثانية والثالثة بإمضاء أو الجائزة بإمضاء سعودي والفوز سعودي بدون شك. حقيقة هم أدرى بهذه النواحي خاصة بالنسبة إلى إرهاق الجواد وما إلى ذلك، ولكن في النهاية نقول أنه موسم كأس السعودية يكفيها من وجهة نظري. نعم. توفيق، مبروك للسعودية، مبروك للوطن حقيقة في يوم تأسيسه، فوز السعودية بكأس السعودية، مبروك للأمير سعود بن سلمان. حقيقة استطاع في فترة وجيزة جدا أن يغير بوصلة البطولة، بطولة الجواد العالمية إلى السعودية إلى اسطبل سموه. من يعرف الأمير سعود بن سلمان يعرف أنه حينما يعني حينما ينخرط في مجال لا يرضى سوى بالمركز الأول. ألف مبروك.